الآن مشاهدينا صباح الخير واهلا بيكم واهلا بكل بيشوفونا في كل مكان وحلقه جديده من برنامجكم صباح مي. النهارده حلقه الخميس 17/6/2021 وان شاء الله النهارده يكون يوم جميل ويوم كله تفاؤل ان شاء الله. مشاهدينا زي ما حضراتكم ما عارفين احنا بنكون معاكم لمده ساعتين على الهواء مباشره. الحقيقه دايما في برنامجنا وفي حلقاتنا بنحاول نغطي ما يدور من احداث حوالينا. بيبقى معانا على مدار الحلقة اخبار كتير، بيبقى معانا اخبار للشأن الداخلي علشان نعرف مصر بتمر بايه الفترة دي، وكمان بيبقى معانا بعض الاخبار للشأن الخارجي علشان نعرف العالم حوالينا ماشي ازاي. مشاهدينا زي ما حضراتكم عارفين احنا يعني لسه مستمرين في جائحة كورونا، ربنا ينهيها رب بخير. طبعا حضراتكم متابعين الاعداد، متابعين كمان وجود بعض اللقاحات، وكمان متابعين ان في ناس كتير اخذت اللقاح، ولكن مش معنى كده ان احنا نستهين بإجراءاتنا الاحترازية. انت حضرتكم عارفين ان اللقاح مش بيمنع العدوى، هو بس بيخفف الاعراض، فممكن حد يكون واخد اللقاح ولكن يجيله ايضا العدوى ويعدي كمان، فعايزين حتى اللي اخذ اللقاح يحافظ على اجراءاته الاحترازية، واحنا كلنا نحافظ على هذه الاجراءات، نلبس الكمامة من خروجنا من البيت حتى رجوعنا، ويبقى فيه تباعد اجتماعي اكتر علشان نحافظ على انفسنا وعلى كل اللي حوالينا. مشاهدينا كمان النهارده هيكون معانا فقره للصحافه بنناقش فيها المنشطات اليوميه، وبيساعدنا في تحليل الخبر هتكون معانا الاستاذه فكريه احمد مدير تحرير جريده الوفد. مشاهدينا الفقره الاخيره كمان هنتكلم عن موضوع جميل جدا، يعني اول مره نتكلم فيه، هو الشخصيه الكاريزميه. الحقيقه طبعا نسمع ان حد يقول ده كاريزمته، عنده كاريزما عاليه، الشخصيه ده يعني شكله مليان كاريزما. هنعرف يعني ايه هي الشخصيه الكاريزما وهنتعرف على هذه الشخصيه اكتر. بيساعدنا للكلام عن هذا الموضوع هتكون معانا دكتوره اميمه عبد الله، دكتوراه الصحه النفسيه والارشاد النفسي جامعه عين شمس. مشاهدينا اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع نبدا اولى فقرات برنامجكم صباح مي، خليكم معانا.